يعني مقولة جميلة ذكرها ضيف في حلقة الشيخ ناصر المرموري، حينما وصفه قال هو إخلاص يمشي على قدمين. يعني هؤلاء يعني الإخلاص أخذ كل وقتهم، وبالتالي الإنتاجات الكبرى العظيمة بناء على الإخلاص وحب العمل الذي أنتج هذا الإنتاج الفكري الكبير. الإخلاص يمشي على قدمين، منطبق نفسه على شخصية الشيخ أبي اليقظان. وآية الإخلاص نعم التواضع. جميل. فإن المخلص يظل متواضعا. نعم. لأنه ينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس السمعة. فكان المرحوم يحيى البهلاني كثير التواضع شديده، حتى أن بعض من يجهله يظنه جاهلا. نعم. يعني ليس بذي علم كثير. نعم. لكنه في الحقيقة كان يحوي علما واسعا. نعم. سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية الأدبية أو من الناحية التاريخية، يعني وحتى الناحية الفقهية. وحتى من الناحية الفقهية. نعم. الناحية الفقهية. نعم. لا بد منها. نعم. وهو كان يعيش في محيط مهتم بالناحيتين الأدبية. نعم. والناحية الفقهية. نعم.